مرحبا، اسمي ناتاليا منير يعقوب، أنا ممرضة مجازة بمستشفى القديس جورجيوس الجامعي ببيروت. عمري 27 سنة وأنا بشتغل بالعادة بقسم المخصص للطب والجراحة، ولكن بهيدي الأزمة اللي نحن عم نقطع فيها عم بشتغل حالياً بالقسم المخصص للعناية بمرضى الكورونا. على العكس كان في عندي اندفاع للتطوع والعمل مع مرضى المصابين بفيروس كورونا من دون ما حتى أفكر بالمخاطر يلي معقول تكون عم بتهددني، ومن دون ما حتى استشير حدا من عائلتي. بالنهاية نحن موجودين حد المريض بالأيام العادية، فكيف إذا كان في وباء عم بيهدد له حياته؟ نحن هيدا عملنا ونحن عنا مسؤولية تجاه هيدول المرضى. بطبيعة الحال كان واجب علي أني خبر زوجي وخبر عائلتي أني أنا رح كون من الأشخاص اللي رح يعتنوا بمرضى الكورونا، وبالتالي أول ما عرفوا كان في رفض تام للفكرة، حتى أمي طلبت مني أني أنا أترك الشغل، وجوزي بالأول عارض بس بعدين عادوا دعمني. وبالطبيعة أنا بتفهم تخوفهم علي، وهون كان عندي دور أنا أساسي لحتى فسر لهم أهمية دوري بهيدي المرحلة. نحنا بالعادة نشتغل مع المريض بأسوأ حالاته، وأنا ما بقبل أن يكون بهيدي الفترة مش موجودة حد مرضاي. أنا إذا كنت أي شخص عادي وأمي أو عائلتي بحاجة لطبيب أو ممرضة أنه يكونوا حدهم، ما بقبل أنه هن ما يلاقوا حدا موجود حدهم، وبالتالي إذا ما بقبل على أهلي فإذا أنا ما بقبل على حدا تاني. الخوف الأكبر كوني أنا بشتغل بقسم الكورونا هو من أنه تنتقل العدوى لإلي، وبالتالي أنا أنقلها لأحد زملائي أو أنقلها لحدا من أفراد عائلتي. وهون كمان كنا عم نشوف ونسمع قديش فيروس كورونا عم بيأثر على الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة، وأنا أكيد بخاف على والدتي أنه أنقلها هيدا الوباء. وكمان فيروس كورونا عم يتفشى كان بسرعة كبيرة وهو فيروس جديد، وهيدا واحد من المخاوف بحد ذاته. بس أنا بعود وبفكر أنه إذا أنا التزمت بإرشادات السلامة والوقاية اللازمة واللي عم تنعطى لإلنا، فإذا أنا رح كون سالمة وما رح أنقل العدوى لحدا ولا رح أنعده. دايما أول ما أقوم على الصبح بحاول أن أكون متفائلة ومبتسمة، وبطلب من الله أول ما فتح عيوني أنه يكون حد كل المرضى المصابين بفيروس كورونا، ويكون حدي ويكون حد كامل الطاقم الطبي. وبتوجه لمكان عملي، وأول ما أوصل على المستشفى هيدا تشالنج أو تحدي بحد ذاته، لأنه بكون دايما منتبهة على أغراضي الشخصية أنه ما تكون عم بتلامس أي شيء بالمستشفى. وبغير تيابي وبلبس التياب المخصصة لإلي بالشغل، وببلش باليوم الماراثوني. دايما ما بننسى أن يكون في تفاؤل وضحك خلال النهار بيني وبين زملائي، لأنه بهيدي الطريقة منموه شوي عن نفسنا ومنقدر أنه نتخطى مع بعضنا ستريس الشغل. بيعني لي كتير هيدا الموضوع، وخصوصا أنه الناس بلشت تعرف أكثر أهمية دورنا، مع العلم أنه هيدا العمل الاستثنائي يلي نحن عم نقوم فيه منقوم فيه بالأيام العادية بحال وجود وباء أو لا. كتير بيكبر قلبنا لما نشوف قديش الناس عم تدعمنا. وإكزامبل صغير بحب أعطيه عن اللي عم نمرق فيه هلأ. نحنا بلبنان في حظر تجول حالياً، ولما نكون ماشيين على الطريق متوجهين لمكان عملنا ويوقفنا الشرطي ونفرجيه بطاقة إنه نحنا ممرضين أو ممرضات، بتكون كأنه هيدي أهم بطاقة معقول نفرجيها لحيلا إنسان. هيدي التجربة أثرت فيي إن كان إيجاباً أو سلباً. رح بلش بالإشياء السلبية لأنه دايماً بحب أترك الإشياء الإيجابية للآخر. من الأشياء السلبية واللي عن جد زعلتنا كتير هي المشاهد اللي كنا عم نشوفها على السوشيال ميديا وعلى التلفزيونات، واللي بتفرجي بالعالم برا شو كان عم بيصير، لدرجة انه كان في مرضى عم تضطر انه تتقاسم جهاز التنفس بينه وبين مريض آخر. وكمان مشهد عزل المرضى، الناس يمكن ما بتقدر صعوبة العزل، بس نحنا موجودين وعم نشوفه كل يوم. من هون ضرورة أن الناس تعرف وتلتزم بالإرشادات اللي عم تنعطالها حتى ما يوصلوا حالهم للعزل. بس بالنهاية الإنسان مبرمج على أنه تبقى دايماً براسه الأشياء الإيجابية،
وتخف وطئة الأشياء السلبية اللي صارت معه، على أمل إنه بعد فترة نحن نكون قاعدين وعم نتذكر وباء كورونا على إنه بس ذكرى وما رأيت، وعلمتنا المسؤولية وعلمتنا التكاتف وعلمتنا أشياء كتير تانية. هيدي التجربة علمتني إن نكون دايماً مستعدة وحاضرة لأي خطر معقول يدهمنا أو أي تغيير. علمتنا الصبر، علمتنا التفاؤل، وعلمتنا كمان تحمل المسؤولية، وهيدا أهم شيء.